نحن يجب أن لا نعتقد أننا من المؤمنين الكامل العيار الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. شوفوا هالكلمة تثبيتا من أنفسهم يعني شنو؟ يعني هم مؤمنون لكن يحتاجون إلى تثبيت، تثبيت أكثر فأكثر. في آية أخرى الله يقول لنبيه، كانوا يعترضون على الرسول وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، بعدين الله يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني حتى الرسول كان يحتاج إلى تثبيت الفؤاد، لأنه إذا كان الإنسان على اتصال دائم بالمبدأ الأعلى هذا يسبب تثبيت نفسه شيئا فشيئا. يعني أن من حكم أن القرآن نزل منجما أنه يثبت الرسول أكثر فأكثر. هل هذا صحيح؟ نعم، لأن الإيمان اللون، اللون له مليار درجة. الإيمان كالمال، عندي دينار، دينارين، خمسة، عشرة، مليار، حتى الرسول يتصاعد لا شك فيه. يعني هذا ليس بعجيبا، أخذوا الماديات قسوا عليه المعنويات. فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفره مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى. له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 جلوب، مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتصاعد، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان، إحنا المتكلمين، وكذلك بحاجة إلى أن نسكب في نفوس المسلمين هذا النوع من الإيمان الذي يتفاعل مع شخصيته، يعني يكون انطلاقه عن إيمان الواقع. إذا هذا الشيء حدث عند المسلمين في يوم ما، وهذا بأيدينا أيضا لأن نحن المكلفين بأن نعمل هذا العمل، إذا عملنا هذا الشيء يعطي الإيمان نفس المعجز الذي أعطاه في زمن رسول الله، ويعطي الإيمان نفس المعجز الذي أعطاه في زمن علي، ويعطي الإيمان نفس المعجز الذي عمله في زمان أي جمعية تقدمت. هذا التقدم الاتساع في الإسلام من أين؟ من هكذا مؤمنين كانوا.